مرحبا اسمعي بابا، قل له فتح قناته. ها العائل يسمع رميان. والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انتو ما عم تسمعونا. والله لتزعل منكم ميكي ميكي. بعروبتي لازم تسمعوا على قولة الرفيق مطارق، وعاقل يسمع. الله يخليكم اسمعونا، لانه اذا دريت فوزي انه انتو ما عم تسمعونا وهو بتنجي فينا تاني. اسمعونا ايه، وعائل يسمع. وعائل يسمع. مرحبا خيو جوهر. اهلا خي ارتين، تفضل عمي دير القهوه. شلونك؟ يا حي الله يا حي الله. امبارح ناني سمعت بالاخبار قال من بكره بدهم ببلشوا تطبيق سياسه جديده اسمها سياسة الحمد لله. انتي سمعتي هيك شي؟ الا اني سمعت هيك شي. ايه حلو كتير كتير حلو، بس انا ما فهمت شو هي يعني سياسة الحمد لله. انتي بتقدر تشرحي له؟ الا عمي، اساسا فيش حدا في العالم كله بيقدر يشرح لك اياها قد ما اني بقدر اشرح لك اياها خيي ارتين. الله يكتر خيرك، والله نحن من دونك ما بعرف شو كان بده بيساوي، لانه كل العالم عم تحكي عن هاي سياسة الحمد لله ونحن ما عم بفهم عليهم. شوف خيي ارتين، هادي كيف بدي اشرح لك اياها؟ يعني مثلا بتروح بدك تعبي بدون مازوت واخد معك مصاري ثمن هالبيدون على البخلي، وبيقوم صاحب الكنزية بده زيادة على البيدون وانت معكش تدفع، وبترجع على البيت وبتتلفلف بالبطانيات انت وولادك. شو بتعمل؟ شو بعمل؟ شو بسوي؟ بشتكي عليه. ولك لا، شو بتشتكي عليه؟ لكن شو بسوي؟ بتقول الحمد لله. بس خيو والله ما فهمت. ولك شو هو اللي ما فهمته؟ شو هو؟ طيب خيارتين، شغلي ثاني، اذا نجح ابنك بالجامعة وطلعت له بعثة بهالجامعة، وفجأة بين ليلة وضواحيها مثل ما بيقولوا بيطير اسمه بليلة ما فيها ضوء قمر، وبينزل هيك بالباراشوت اسم واحد محله، انت شو بتعمل؟ شو؟ واحد ياخد محل ابنا؟ والله بروح بطلع وما بخلي لفقاني. لك لا بتروح ولا بتطلع عمي. لكن شو بسوي؟ بتقول الحمد لله. ولك والله صعبة هاي سياسة الحمد لله، ما عم بفهم عليكي شلون بده طبقن هنا. ولك شو هالمخ اللي عليك انت؟ لك هذا آخر مثل، ها وركز معي. والله مركز معك، والله مركز على الآخر. فتح عيونه مشان قدني. إسا وقت اللي بيطلعوا إعلانات بالتلفزيون إنه المؤسسات الاستهلاكية عم بتبيع بأسعار رمزية للمواطنين وإنه سعره أقل من سعر السوق، وإنت بتصدق وبتروح بدك تشتري بتلاقي الأسعار مثل ما هي، ولا عم بيبيعوك أغلى من سعر السوق، شو بتعمل؟ شو بسوي يعني؟ هشال شو بعمل؟ بتسأل على دائرة حماية مستهلك وبشتكي. بس بكفي عمي، ولك انت لا بتتصل ولا بتشتكي يا بني آدم. لكن شو بسوي؟ يا بني آدم بتقول الحمد لله. ايوه هلا فهمت عليك. كيف لكان؟ سياسة الحمد لله. لكن سياسة الحمد لله هذه مش حي الله مش لعبي. طيب خيو جوهر، هلا إذا واحد قررت ما يطبق هاي سياسة الحمد لله، يعني ما يسكت ويروح يشتكي ويراجع، شو بصير يعني؟ بصير الشي تتغير سياسة الحمد لله وبيستعملوا معك غير سياسي. شو هي؟ شو هي؟ سياسة يا عفو الله. لا خيو لا، خلينا على سياسة الحمد لله أحسن. ماني شو عبقل لك؟ قول الحمد لله. اي والله يا خيو الحمد لله الحمد لله. اي والله خيو الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ما يكون هذا سمعتنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مرحبا اسمعي بابا، قل له فتح قناته. ها
العائل بيسمع وميان والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انتو ما عم تسمعونا والله لتزعل منكم ميكي منك بعروبتي لازم تسمعوا على قولة الرفيق مطارق وعاقل يسمع اسمعونا لانه اذا دريت فوزي انه انتو ما عم تسمعونا وهو بتنجي فينا تن اسمعونا ايه وعائل يسمع وعائل يسمع